وانت عارف موسم الميركاتو دايما بيبقى فيه كلام كتير جدا. حتى محمد صلاح الفتره اللي فاتت الكام يوم اللي فاتوا قبل اعلان طبعا تجديده مع نادي ليفربول كان الناس كلها بتقول لك ايه خد المعلومه برضو واحنا كان معانا يعني برضو بعض الضيوف اللي قال لك لا صلاح مش هيكمل في ليفربول، صلاح ممكن يروح برشلونه، صلاح ممكن يروح بي اس جي. الكلام ده انتشر بشكل كبير جدا، لكن كان في ناس بتميل، وانا وكريم يمكن احنا الاثنين قلنا لا احنا مع فكره ان صلاح ربما بنسبه كبيره يجدد مع ليفربول. يعني كلام اتقال. دلوقتي كريستيانو رونالدو في كلام كتير جدا برضو حول هو هيروح فين، واتس نيكست زي ما بيتقال، وبرضو بي اس جي او باريس سان جيرمان طرح كاسم. لكن انا لو هنعلق سريعا على كريستيانو رونالدو، انا حزينه شويه لان هذا اللاعب انا من الناس اللي بتحبه جدا، يعني بحب كريستيانو جدا وبحب ابراهيموفيتش جدا، الشخصيتين دول بحبهم جدا في عالم كره القدم عامه. فكريستيانو عارف لما انت تبقى طول عمرك شغال على نفسك عشان تعمل اسم كبير، وبعدين مش هقول في نهايه مسيرتك قوي بس يعني في الفتره الاخيره ليك في تخبط، يعني فكره اصلا انضمامك من الاول مره ثانيه والعوده لمانشستر يونايتد ربما في البدايه كان الناس بتشوفها خطوه سليمه، وربما كان كريستيانو اكيد شايفها خطوه سليمه، لكن هي من وجهة نظري او انا هتبنى هذا الراي ان ما كانتش ابدا الخطوه الامثل في تاريخ كريستيانو رونالدو. فدلوقتي فكره انه يرحل بعد فتره قصيره من العوده ليه مره ثانيه ورغبته في انهاء مسيرته الكرويه مع يعني نتكلم نادي ثاني تماما ودوري ثاني تماما، فمش احلى حاجه يعني انا بشوفها كده. انا واحد من الناس كل ما بتيجي قدامي سيره رونالدو وميسي بفتكر على طول المثل بتاع من خرج من داره، ينطبق عليهم بنسبه 100% ولا الى حد كبير. ده انت نفسك لسه بتقولي ايه، بتقولي صعبان عليكي انه حاصل معاه اللي حاصل معاه. اختيارات الانديه طبعا غلط واحدة. ساعات بيبقى في ظواهر كده للعيبه بعينهم هم بيشكلوا ظاهره في المكان ده بالتحديد. قدراتهم وامكانياتهم بيروحوا بيها اي مكان تاني، لكن تالقهم يعني ما اعرفش ما بيتحققش يمكن غير مع الفريق الاصلي اللي هو كان سر من اسرار نجاحهم المدوي. طبعا رونالدو في الفتره الاخيره كان يعني صرح اكثر من مره ان هو عنده رغبه عارمه في الرحيل عن النادي، وان كان لم يصرح برغبته في الرحيل الى نادي بعينه، وان كانت طبعا معظم التكهنات ماشيه حوالين او ماشيه في سكه فريق روما او نادي روما بصفه خاصه.